اللي بتوجع كتير بحياته بتلاقيه كتوم صبور، بيحب الوحدة، ضحكته ملي وجهه بس هي مطفية، بيخبي فيها دموعه. لو اطلعتوا في عيونه تلاقوها مليان دموع محبوسة. الغريب انه هذا الشخص بيكون سند لكتير ناس، بحاول انه يفرح الزعلان، يطمن المخنوق، يخليه يكون متفائل بالحياة، يهون على هاللي حواليه كل اللي عم بيصير معاهم. إلا حاله جدع مع كل الناس، شهم هو بيكون مصدر للبهجة والسعادة لكتير ناس. فخلينا نكون عارفين إنه مش كل حدا عم بيضحك هو من جوا مبسوط.